نحيي هذا اليوم وعندنا 5 صحفيين من زميلاتنا وزملائنا في السجن على خلفية آرائهم ونشاطهم المهني، وأصبح للأسف الشديد كل الصحفيون في سراح شرطي إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. أكدنا في أكثر من مرة في نقابة الصحفيين أن تعاطي مع الأفكار والآراء مكانها الفضاء العام ووسائل الإعلام مش في مراكز الأمن. اليوم الصحفيين كما قال الصديق زياد في السجن، مش الصحفيين فقط، اليوم تنتهك حرية الرأي والتعبير، ينتهك حق العمل السياسي والمدني. عنا 6 ولا 7 صلحولي بربي أمناء عامين لأحزاب سياسية في السجن، عنا مواطنين ما نسمعوش بهم من أجل مجرد تدوينة يقبعوا في السجن. اليوم فما رشيد تنبورة في السجن، لا استحضر الأسامي متاع العباد من الكيف وقفصة والقصرين وسيدي بوزيد اليوم تقبع في السجن لأنه رايها لم يكن يعجب السلطة السياسية السلطة التنفيذية الحاكمة اليوم. لن نسمح لا لهيئة الانتخابات ولا للنيابة العمومية ولا لأجهزة قضائية خاضعة لسلطة سياسية أن تتحكم في مصير الصحفيين. نعتبر أنه أقل بادرة من السلطة السياسية لتنقية الأجواء الانتخابية هي إطلاق سراح الصحفيين المسجونين والكف عن تهرسلة الصحفيين والكف عن تطويع الأجهزة لخدمة أجندات سياسية معينة. Thank you.